حقائق صادمة كشفتها البلوجر التونسية على الهواء مباشرة وأمام الجميع بعد طلاقها عن زوجها التيك توكر الأردني الشهير، والذي اتضح أن أسباب انفصالها عنه أكبر مما كان يتوقعه الكثير من الأشخاص. فما القصة؟ أمام الجميع وفي ظهور تلفزيوني نادر، كشفت البلوجر التونسية المشهورة أسراراً صادمة للمرة الأولى عن انفصالها عن زوجها التيك توكر الأردني. فبعد أقل من عام على زواجهما، فاجأت البلوجر التونسية المشهورة ضحى العريبي بنشرها صورة من وثيقة طلاقها من زوجها البلوجر الأردني محمد نور وشهرته ميكس. وعلى الرغم من أن ظهور ضحى وميكس خلال البث المباشر الخاص بهما على التيك توك أو منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، كان يبدو فيه أن الزوجان تسود بينهما مشاعر الانسجام والتفاهم والمودة، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لمنع أبغض الحلال. في تلك الفترة رفض ميكس وضحى الإفصاح عن أسباب الانفصال، وأكد أن السبب وراء طلاقهما سيظل سراً بينهما، لكن التكهنات بأسباب الزواج والانفصال ظلت تطاردهما. بعض الأشخاص قالوا أن القصة كلها من البداية كانت نوعاً من أنواع تحقيق الشهرة المتبادلة للبلوجر التونسية والأردني، وأن زواجهما من الأساس كان قصة محبكة بهدف جعل الأنظار تتجه إليهما، وبذلك يحققان الشهرة من خلال متابعة ملايين الأشخاص لهما. لكن ضحى العريبي قررت أن تكشف بعض الكواليس في أسباب طلاقها، قائلة أن انفصالها عن ميكس لم يكن له معنى سوى فشل علاقتهما، وحول الكلام المنتشر عن كونه زواج مصلحة، وكان محدد تاريخه بشكل مسبق فيما يشبه الزواج المسيار الذي يكون مرتبط بمواعيد مسبقة بين الزوجين. أكدت ضحى العريبي أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة، وأنها تزوجت ميكس بعدما تعرفت عليه وأحبته وارتبطت به، لكنه لم يكن زواج مصلحة أبداً، وكذلك لم تكن تتوقع أن ينتهي الأمر بالطلاق حيث فوجئت بتطليق ميكس لها. وقالت إنهما كانا يبدوان منسجمين على تيك توك وفي البث المباشر، لكن في الحقيقة كان الأمر مختلفاً، قائلة إنه حتى الآن سبب المشكلة التي أدت للطلاق هي سر بينها وبين زوجها فقط، ولا يعلم حتى والدتها وأقرب الناس لها سبب طلاقها، وبالتالي فكل ما يثار حول الموضوع خطأ، وفي النهاية الأمر قدر ومكتوب. أكدت ضحى أن ميكس أصبح صفحة وأغلقتها، وأنها نسيته، وكذلك هو ذهب في حال سبيله واستمر في حياته، لكنها حتى الآن لم ترتبط بشخص آخر. وعن تحول طلاقها إلى ترند على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت البلوجر التونسية أن الجمهور يهتم بكل تفاصيلها ويحب معرفة كل شيء عنها، لذلك كان حادث طلاقها ترند كما كان خبر زواجها كذلك. وفسرت سبب نشرها لورقة طلاقها على وسائل التواصل وظهورها في بث مباشر بعد ذلك بسبب إحساسها بالغصة والظلم، خصوصاً أن ورقة الطلاق وصلتها فوراً بعد رجوعها من الأردن إلى تونس، وأكدت أنها رفضت البكاء في اللايف رغم إحساسها الكبير بالحزن في ذلك الوقت، خصوصاً وأن الطلاق حدث لسبب تافه ولم يكن يستدعي أن تتطلق، وبسبب ذلك أصبحت السيدة الوحيدة المطلقة في عائلتها. ففي رأيك ما السبب الحقيقي وراء طلاق ضحى وميكس؟